السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب اسم الوارث. قال الزجاج: الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث. وقال الحليمي: الوارث هو الباقي بعد ذهاب غيره. قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال ابن جرير الطبري: وكنا نحن الوارثين، أي أن الله جل وعلا إذا مات جميع الخلائق كان الله جل وعلا هو الباقي وهو الوارث لهم. وقال الزجاجي: الوارث هو الله سبحانه وتعالى يرث الخلق بعد فنائهم. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيها الإخوة الأفاضل، من آثار الإيمان بهذا الاسم الوارث أن الله جل وعلا هو الوارث لخلقه بعد فنائهم، وهو الدائم الذي لا ينقطع، وهو الحي الذي لا يموت، وهو القائل سبحانه: لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ثانيا، من آثار الإيمان بهذا الاسم الوارث أن الله جل وعلا أخبر عن تلك القرى التي كانت تعيش في أمن ورغد عيش، فبطرت معيشتها فكان مصيرها الهلاك، وكان الله جل وعلا هو الوارث لها. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي يوم أو بعض يوم يمر الناس على تلك القرية وفيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكنا نحن الوارثين، أي لهذه القرية، فالله جل وعلا هو الوارث لهم في ديارهم وأموالهم، كما قال سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثالثاً، أن الله جل وعلا حث عباده المؤمنين على الإنفاق في سبيله، وأخبر سبحانه أن هذا المال الذي بأيديهم ليس مالهم، إنما المال مال الله. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. رابعاً، دعوة زكريا عليه السلام. فزكريا عليه السلام نبي الله كان كبيراً في السن، وكانت امرأته عاقر، فسأل ربه جل وعلا أن يجعل أو أن يرزقه ولداً نبياً،
قال سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خامسا، أن الله جل وعلا وهو الوارث يورث الأرض من يشاء من عباده. قال تعالى عن نبي الله موسى عليه السلام وهو يخاطب قومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سادسا، أن الله تعالى وهو الوارث يورث عباده المؤمنين هذه الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى بعدما ذكر صفات المؤمنين أو بعضا من صفات المؤمنين: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سابعا وأخيرا، يشرع للمسلم أن يسأل ربه فيقول: يا وارث ارزقني ذرية طيبة صالحة، كما دعا زكريا إبراهيم، كما دعا زكريا ربه سبحانه وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.